السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومبروك عليكم هذا الشهر الكريم. الله يدخلو عليكم بالصحة وبالسلامة، وباش تمنيتو يا ربي، وبالرزيق وبالصحيحة وبدو العوينات ليكم ولعائلتكم ولجميع الأحباب يا سيدي يا ربي. وكيف ما كتشوفوا معنا اليوم فيديو جديد، اليوم واخا تعطلنا شويه على الفيديو، اليوم جوله خفيفه ظريفه كيف ما كتشوفوا معنا. شوفوا تبارك الله، بعد ما ان هاد الارض كانت كلها حمراء، ما كانت لا ربيع لا حتى شي حاجه، ملي صبات هاد الشتاء والحمد لله، والحمد لله والشكر لله يا سيدي يا ربي. ناض الربيع تبارك الله، وناض كل شيء، ولات تبارك الله هاد الدنيا زوينه وخضره شهوه منها. كيف ما كتشوفوا معنا تبارك الله، هادو الغنيب زاد قدام الدار، هذا غنباز بلدي تبارك الله تا هو نور. ايوا حنا كنشاركوا معكم، تشوفوا معنا تبارك الله، شوفوا تبارك الله الربيع، الحمد لله يا سيدي يا ربي، الحمد لله اللي في يد الله، الحمد لله كل شيء قادر عليه. كيف ما كتشوفوا معنا تبارك الله، قالك وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوفوا تبارك الله الربيع النوار، الحمد لله يا ربي. ونخليكم مع الفيديو وتشوفوا تبارك الله هذا الربيع، وتشوفوا هذا المنظر هذا كيرد الروح، وخليكم معنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. بتمره وشفوت افطرنا، اقبل منا يا رحمن.
تنتمنى احبابي ان تكون عجباتكم هذه الطبيعه وعجبكم هذا المنظر، وخضرتوا حتى نتوما عويناتكم وشفتوا معنا هذه الطبيعه. شحال من واحد محتاج هذه الراحه النفسيه بحال هكا، شحال هذه ما شفناش هذا الربيع هكا وجلسنا ارتاحينا، وهاد الوريضات كيف ما تشوفوا معنا شكي مفتحين، بغيتهم يكونوا فرحه وسرور عليكم كاملين كاملين المتتبعين ديالي العزاز كلكم بدون استثناء. وانا تنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، والى فرصة قادمة ان شاء الله، والى اللقاء.